السلام عليكم، وياكم ياسمين الراوي، مدير تطوير المشاريع في شركة ROC Citizenship. نحن اليوم مشاركين حتى نعرض مشاريعنا اللي مختصة بالCitizenship by Investment، حصول على الجنسية عبر الاستثمار. وعندنا اليوم الجنسية التركية اللي تقدروا تحصلوا عليها عن طريق الاستثمار بمبلغ 250 ألف دولار أمريكي في أحد العقارات اللي بنعرضها في تركيا، وهي من البلاد الجميلة جداً التي تستقطب السياح، واللي يستطيع المستثمر أنه يحصل على أبارتمنت جميل جداً في منطقة جذابة جداً، ويحصل على عائد استثماري يصل إلى 6-7% في تركيا. أيضاً هذا الجواز تقدر تحصل عليه بعد 3 شهور من حصولك على العقار. والجواز التركي يعتبر من الجوازات اللي تأهلك لدخول أكثر من 110 دولة حول العالم. تستطيع أيضاً أنك تقدم على الفيزا E2 الأمريكية اللي تستطيع من خلالها أنك تزور أمريكا. نحن في ROC Citizenship نهتم بالعملاء وبنقدم لهم أفضل خدمات مع شركائنا في تركيا. أتمنى منكم تتواصلوا معنا حتى تعرفوا أكثر عن المشاريع اللي نطرحها وأكثر عن خدماتنا. شكراً لكم. Thank you.